بسم الله الرحمن الرحيم. سوف أشرح لك في هذا الدرس كيفية استخدام أداة تشارت. طبعاً أداة تشارت تستخدم لعرض البيانات. عادة نحن نستخدم التابلو في عرض البيانات الخاصة بنا، لأنه البرنامج رائع في تصميم أو في العرض. لكن لا تقتصر مايكروسوفت في توفير استعراضيات للبيانات باستخدام تشارت. إذن قبل أن نبدأ بالتشارت، أتطرق البيانات. أنا لدي جدول يعتمد على اليوزر نيم وطول الشخص وعمره، وهذه هي بيانات هذا الجدول، هذه أرقام، هذه أسماء الأشخاص، هذه أطوالهم، هذا عمرهم. أنا أريد أن أعرض لك تشارت يعرض لك أسماء الأشخاص بالفيرتيكال ويعرض لك أعمارهم بالهوريزونتال. إذن بكل بساطة أدرج SQL Data Source، أختار اسم قاعدة البيانات اللي تخصني. ايش بيجد ولا يدار المقر؟ اجد اسمه users، طبعا اختارهم، طبعا تختارهم جميعا او يعجبك بشكل الذي يعجبك. هذا سكيل داتا سورس. الان انا ادرج اداة اسمها chart. هذه chart تتصل ايش بالسكيل داتا سورس. طبعا يقول لك هنا كيف تقدر تعرض البيانات لك بهذه chart. سوف اقول لك اياها بالاكس اكسس اسماء الاشخاص يوزر نيم، وفي الواي اكسس اعرض لي اعمارهم. طبعا اذا تعرض لي الاعمار كتكست اقول له is value showed as table true، حتى يعرض لك الاعمار كتكست. انظر ايش يعرض لك في الاعلى. الان اعمل view للداتا، سوف يعرض لك اسم الشخص وعمره كفيو في الاعلى. جيد، هاي أسماء الأشخاص، هاي أعمارهم، ترى حسين 25. انظر، طبعاً تستطيع أن ترتب هذه البيانات أو مثلاً ترتبها ترتبهم على أساس العمر، مثلاً هنا بالكونفيجريشن، أو هنا بالسيلكت كويري، سيلكت كويري تعمل لها أوردر باي نيم، مثلاً يوزر نيم أوردر باي داي ايج انكريزي. اتعرض لك اياهم على اساس العمر لا يكونوا مش عشوائيين. انا تراهم مرتبين على اساس العمر. طبعا انا الان استطيع ان اعرض اكثر من رسم. او لنبدا بالرسم الاول، نضع تايتل له ونضع الفيرتيكال والهوريزونتال. طبعا حتى اعمل هذه الامور اذهب الى الرسم الخاص بي واكون شيء اسمه نتحكم على التايتل. نضع تايتلز، تايتل ايش تريد العنوان ماله، اسمه نيم، ايش تريد التكست الذي يعرض فيه. نقول مثلا ترى هنا بيرسونال جراف. طبعا تستطيع ان تتحكم في اللون والفونت وكل شيء، مثلا فونت italics border underline true، يعني هذه امور اللون. انظر بيرسونال جراف. الان اسم الجراف هو بيرسونال. طبعا دام يعجبني الفونت سايز مثلا تريد 14، البولد true، يعني انظر بيرسونال جراف. انا هذا مجرد تايتل كتايتل نعرضه في الرسم. يعني كما ترى هنا السيريز، هذه السيريز الذي الاولى الذي كونها، الواي الاكس فاليو اليوزر نيم والواي فاليو الايج، وهي ترو يعرض لك القيمه نعم. ثم كونا تشارت كاركترستيك، سوينا تشارت اريا، سوينا تشارت اريا 1. ها هذه تشارت اريا 1 سوف نضع، طبعا سوينا تايتل، تايتل سوينا بيرسونال جراف سمينا. لو ترى الان سوف يعرض لك تايتل للجراف، هو طبعا بيرسونال جراف. انا نضع هنا وهنا بيانات، يعني الواي اكسس والاكس اكسس. هذه الشارت اريا مجرد نقولها بالاكس اكسس ايش تريد. نقول له تايتل، ايش التايتل مثلا، يوزر نيم. وبالواي اكسس اكسس واي تايتل، ايش التايتل ماله مثلا ايج. حلو. الآن الاكس اكسس والاكس اصبحت واضحة. لو ترى الآن في الرسم
طبعا ايج ويوزر نيم في الاكس، فهنا الايج وهنا يوزر. طبعا كيف يرتبط هذه السيريز بهذه الاريا؟ طبعا وتلقائيا اذا انت لم تحدد للسيريز باي اريا يرتبط، تلقائيا سوف يرتبط بالاريا chart area 1 يعني اقرب، بس اما تستطيع ان تحدد مثلا chart area تحدد له يا chart area يتصل مثلا، تقول له مثلا يتصل ب chart area 1. طبعا تستطيع ان تغير شكل الجراف الى لا الى مثلا اشكال اخرى مثلا سبلاش يجي رسم بياني او بوينتس او اريا بالشكل الذي تريد ان تعجبك يعني، او لاين تعرض الرسم بالجراف بالشكل الذي يعجبك مثلا هنا لاين يعني نعرضها بالشكل. لو ترى هنا يقول لك تشارت تايب اصبح لاين، تستطيع ان تغيرها مثلا الى كولوم حسن. الان التشارت لديه هو على شكل كولوم وتشارت اريا وحده عندنا. الان اذا اضع تشارت اريا ثانيه تعرض لك اس، تعرض لك اسم الشخص وطوله، يعني بكل اختصار استنسخ هذه التشارت اريا واسميها تشارت اريا 2 بالواي اكس اكسس هي اسم الشخص وبالواي اكسس هايت للشخص. ايش هو الهايت؟ لو ترى هنا هو الهايت، طبعا الواي اكسس تكون هايت. شكل الرسم ايش تريده؟ كولوم لا سبلانك، يعني غيرت اسم الرسم. طبعا لو ترى الان ال هذا السيريز اللي هو الكولومز والسيريز الثاني اللي هو هذا السبلاش اثنيناتهم مرسومات على تشارت اريا واحده. ليش؟ لان اثنيناتهم مختارات نفس التشارت اريا، يعني لو ترى اثنيناتهم تشارت اريا هاي تشارت اريا 1 اثنيناتهم مستخدمات تشارت اريا 1. لو هسه تشوفهم اثنيناتهم يرسمون نفس المكان. ليش؟ لان اثنيناتهم انظر هذه الاعمار وهذه الاطوال اثنيناتهم على تشارت اريا واحده. ليش؟ لاننا اصلا قلنا اثنيناتهم ينتمي لتشارت اريا 1. تستطيع ان تفصلهم تضعهم كل واحد على تشارت اريا مختلفه، تقول هذا مثلا تشارت اريا 2 تحتوي على اليوزر نيم وطول الشخص. وهنا تقول له هذا الرسم الثاني يتصل بشارت اريا 2. الان تختلف، الان يقول لك كل واحد سوف يضع على رسم منفصل، انظر هذا في شارت اريا 1 وهذا في شارت اريا 2. هذا يحتوي على الايج واليوزر نيم، هذا يحتوي على الهايت واليوزر نيم. حسنا، من الامور الاخرى التي لابد من توضيحها هي مثلا تعرض الرسم بشكل 3D، مثلا تقول enable 3D. ننظر هذا الرسم تغير سيتغير هذا الرسم الى شكل 3D. ننظر 3D بيان العرض. طبعا خلنا نعرض اثنينات على تشارت اريا، الان عرفت انت كل تعرض كل واحد على تشارت اريا مختلفة. خلنا نحول اثنينات على نفس التشارت اريا حتى يكون الرسم اكبر. انظر لو ترى اثنيناتهم يستخدمون نفس التشارت اريا. وانظر هذه اعمار الاشخاص وهذه اطوال. جيد. طبعا الان عرفت كيف تكون. الآن كيف تكون سيريز؟ إذا كل سيريز تمثل رسم معين بين واي اكسس واي اكس اكسس. كل سيريز تتصل بشارت اريا، إذا اتصل كلهم بشارت اريا واحدة بأنه كلنا سوف يكون نفس الرسم، كل واحد بشارت اريا ينفصل كل واحدة برسم مختلف، اكس اكسس واي اكسس، مسارات مختلفة، تالي تظهر العنوان. طبعاً بقى أريد مثلاً أعرض هنا ماذا يمثل اللون الأحمر وماذا يمثل اللون الأصفر. طبعاً هنا جست فقط أدرج ليجندر، فقط هنا ليجندز. اقول له add legend 1. اوكي هاي legend 1 طبعا تستطيع ان تغير بها مثلا ايضا امور فيها بعض الامور تستطيع ان تغيرها في هذه شكلها التايتل الخاص بها مثلا تقول لك area graphic او title font color. طبعا هذا الان انا اضفت legend. الليجندا لو ترى ايش هي الليجندا؟ هي هاي الليجندا. الليجندا هي تعرف الرسم. يعني تعرف ليجندا تقول لك يا ابو هذا اللون الازرق يمثل سيريز 1. اللون الاحمر يمثل مثلا السيريز 1 ايش تغيره مثلا؟ يمثل شنو الايتس. والسيريز 2 يمثل ايش؟
هايت. شوف مثلا قال كذا، اللون الأحمر يمثل هذا طوال الأشخاص، واللون الأزرق يمثل أعمار الأشخاص. مجرد تشارت إيريا يعني. طبعا هو كتلقائيا بدام ليجندا بدام ما تعدى كل اعتمد ليجندا 1، كل الرسم اعتمد ليجندا 1، بدل ما تلقى كل واحد مثلا يعتمد ليجندا أخرى خطة ولا مثلا ليجند. تحدد الجراف اريا ويا اي ليجند يتصل. طبعا ليجندز نحطه هنا ليجند هذا بهذه الطريقة تكتبه أقول له ليجند مثلا ليجند مثلا هذا ليجند 1 أو وهذا أيضا تقول ليجند، لأنه يعني قد يكون لك أكثر من ليجند في الرسم في الرسم الواحد. فنقول مثلا أنا طبعا نرجع نكتب على الطريقة نقول لك ليجند تشارت ليجند تاك كونتينمنت مثل ما تكتب على الفيوز، يعني تلقائيا هو أصلا هو درج لك قال لك هذا ليجند 1 ليجند 1 مثل تكرر. إذا لما درجت ليجندز قال لك إنه هذا أنت من ليجند 1 ليجند، تطلع أنت تظهر أكثر من ليجند هنا كما تطلع أنت أكثر من كاركتر أريا شارت اريا، تستطيع ان تدرج اكثر من سيريز. طبعا تستطيع ان تعمل هذه العمليه بالكود، هذا هاي بروبرتيز. يعني لو جينا على سبيل المثال هنا اذا اردت ان تضيف شارت اريا مثلا تقول شارت اريا مثلا هيجي بهذه الطريقه يعني بالكودينج، يعني هو الكود الخاص بنا. طبعا تستطيع مثلا هيجي بهذه الطريقه تقول شارت اريا مثلا يا اريا تريدها تغير الاكس اكسس الى اكس اكسس الى تايتل معين، التايتل تصل اي تايتل تايتل 1 الذي هو مثلا هذا التايتل، وين هو التايتل 1؟ ليجندز تايتل طبعا اعتقد انا مسحت التايتل لا يعني التايتل تايتل مثلا تايتل ايش اسمه تايتل 1. تستطيع ان تصل الى مثلا هاي شات اللي وصلناها تايتل سميناها ليجند نفس الوصف. تستطيع ان تضع سيريز تكتب اسم السيريز مثلا تضع y value او x value لها. تستطيع ان تضيف سيريز عن طريق الكود مثلا تقول له chart area مثلا على سبيل المثال. انا لو كان لدي لو افترض انه بالرسم لدي هذا لا يوجد في الرسم، يعني هذا اليوزر يوزر نيم مو شو اسمه موجود بالرسم، اذا اضيفه عن طريق الكود اذا اظلل هذه الثلاثه واحطها واقول لك مثلا هذا وصفة مثلا chat area اسمي لك يا user مثلا chat area اسمي height و يعرض لك ايش بال x axis هي اليوزر نيم ويعرض لك بال y axis هي ال height واي الاجندة يتصل يدز الاجندة وين ايش اسم السي طبعا ضفت series سميتها height فقط لها series اللي هاي هي عدد فاليو تطلع اي سيريز بالواي اكسس اكس اكسس يحطها سيريز بالواي اكسس يحطها السيريز ليجندا هي هذه. طبعا يا تلقائي هو يعرف انت السيريز يعرفك انت باي تشارت تايب تشارت تايب يعني تتصل مثلا بيقدر تقول مثلا سيريز تشارت 1 يعني تشارت 1 فور تشارت اريا وضع عن تحدد مثلا ايش اسم التشارت اللي تتصل بها انت هنا تشارت اريا 1 لك هاي تفصل طبعا تشارت هاي تستطيع ان تغيره المفروض تستطيع تضع تشارت تايب لكن هنا يعني تكتب فقط اسم تشارت تايب ايش تريد مثلا انا اريد هذا نفس هذا تشارت تايب سبلاش وخلنا مثلا الكلاس الخاص بها
لا ما هو مشكلة هذا. طبعا الآن أريد أن ألغي هذا عن طريق إكسبل، هذه السيريز. الآن لدي في السيريز هي واحدة بس، فقط في الرسم واحدة، والثانية سوف تظهر عن طريق الكود التي هي هذه الثانية. طبعا نقطع هذه مؤقتا الآن، واحدة أضفتها عن طريق الرسم، واحدة سوف أضيفها عن طريق الكود. هنا الآن الذي أضفته عن طريق الرسم سوف يعرض المفروض رسم في جزئين. انظر الآن جزئين، هذا الهايت، هذا الإتش، هذا الهايت، هذا طبعا هذا الاجندس الثاني هو العرض ماله يكون بشكل كولومز. طبعا تستطيع طبعا هنا سيريز شارت تايب، انا نسيتها هنا. مثلا الان قلت له انه اريد مثلا يعرض مو كولوم، يعرض سبلاش. حسنا كما قلت لك الرسم الأول هو أساسا مرسوم ككولوم، والثاني سوف تضفته عن طريق الكود. إذا فقط حولته من رسم من مباشرة عن طريق الكود، هذا عن طريق الكود ربطته. إذا تعلم علمتك في هذا الدرس كيف تعرض، كيف تكون شارت اريا، كيف تضع في شارت اريا أكثر من سيريز، كيف تضع ليجندز، كيف تضع تايتل للرسم الخاص بك، كيف تضع ترسم سيريز بالكود، يعني تضع سيريز عن طريق الكود. شكرا لحسن المتابعة ونلتقي في دروس أخرى.